هي أسوأ عاصفة تجتاح البلاد منذ نحو 150 عاماً. العشرات قضوا فيها بينما حوصر كثيرون في مدن مختلفة جاءت في طريق العاصفة. ولاية نيويورك وبالأخص بوفالو المحاذية لكندا حظيت بالنصيب الأكبر من رياح وثلوج ما بات يعرف بالإعصار القنبلة. لقد أنقذنا مئات الأشخاص من سياراتهم. كاسحات الجليد هي الآلية الوحيدة التي يمكن أن تمر عبر العاصفة الثلجية القاتلة. لا يزال هناك البعض ممن يحاولون العثور عليهم. لا توجد طريقة أخرى لوصف هذه العاصفة، فقد بلغت سرعة الرياح 80 ميلاً في الساعة تقريباً. هذا رقم قياسي. السلطات المحلية دعت المواطنين لعدم الخروج، فالشوارع ليست آمنة بعد، الأجواء كذلك، فتأخير الرحلات المحلية والدولية وإلغاؤها ما زال مستمراً، كما هو الحال بالنسبة لمطار أتلانتا بولاية جورجيا المعروف بأنه أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بسبب كثرة الرحلات. زاد ازدحامه هذه المرة لكن بسبب الرحلات المؤجلة والملغية. لقد كنا نراقب تحديثات السفر طيلة اليومين الماضيين بسبب العاصفة، خاصة وأننا ذاهبون إلى مينيابوليس التي وصلتها العاصفة. نأمل ألا تلغى رحلتنا كما حدث مع كثيرين، وأن نتمكن من القيادة إلى المنزل بمجرد الوصول. كان من الأفضل الانتظار، حيث كنا بدل الانتظار هنا لـ12 ساعة. باقي الولايات وإن لم تجتاح الثلوج شهدت انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة، مما أدى إلى زيادة الضغط على الشبكات الكهربائية بسبب أجهزة التدفئة، وهو ما دفع السلطات في بعض الولايات لتحذير السكان من عدم إرهاق الشبكة الكهربائية حتى لا تنهار بالكامل. تقول خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية إن موجة الصقيع التي تجتاح البلاد تحدث مرة كل جيل، لكن بسبب التغيرات المناخية قد تتكرر أكثر وتصبح أكثر خطورة. أمينة سريري سكاي نيوز عربية، واشنطن.